شوفي دخيلك انسى وردي دخيلك لحقيني خرست ايدي بالخرازه والدم عم يسرح ويمرح فشر لك الدم الله يسرحك ما تنتبه دم بلش بدوخ انا ما بس نشوف الدم بنو ما في شيء عم دوخ انا لحقيني هاي محرمه بتكبسها منيح بنقطع الدم لحقيني اخ الدم دم وديات اخ يعيشوا والله ضرب ماكي اخ والله ضرب ماكي اخ ايديك بيلفوا بحرير يا وردي اخ لا لا عم تقوي كثير رازي مرتي شو هالمشهد اللطيف هذا؟ عم انا عم شو يا روحمتي؟ انا عم بحلم عم ضمر له اصبعته شو باصبعته يا روحمتك؟ سالي جوزك يا حبيبة عمتك شو باصبعتك حبيبي؟ احنا مو متخاصين مع بعضنا وما بنحاكي بعضنا شو بدك تحكي معه؟ ماشي الحال انا بورجيكم درويش يا درويش يا بطيخ درويش نعم استاذ وينك؟ ساعة بدي ضل عم نادي لك مو استاذ مسيك هاي القرارات بتوزعها على الموظفات وبتبلغهم انه الاجتماع عندي بالمكتب الساعة 12 حاضر استاذ بتريد لي استاذ لا سلامتك لك الله يديمك فوق راسنا وخلينا ياك يا استاذ كلونيا لا لا روح سكر باب وراك حاضر استاذ حاضر مدير موجود؟ موجود في حدا عنده؟ لا يعني فيني فوت لعنده؟ بإمكانك كومبلي ادخل دخيلك يا أستاذ جميل دخيلك دبرني مالي غيرك خير يا مدام منال شو القصة؟ جوزي سالم بتعرفه؟ مات؟ لا شو مات بعيد عن قلبه وردة وردة يا أستاذ حاطوا الطبالة بطل شو مني مالي غير والله بموت الله يخليك بس لك إيدك تفضل تفضل يعدي هنيك تفضل يحكي تفضل 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 هلا شرفي احكي لشوف شو الموضوع وردة يا أستاذ وردة بدها تخطف لي جوزي مني شو بعمل قلي دبرني شو ساوي عدي هنيك عدي هنيك عدي هنيك عدي هنيك احكي لشوف هلا احكي يلا شو الموضوع؟ صرت أكثر من مرة يا أستاذ أفوت على غرفة سالم جوزي بلاقيها قاعدة بجنبه لافة بجنبه اللي شو عامل حاطط طبالة بطل شو مني اللي شو ساوي اللي شو عامل بسيطة يعني بفهم من حكيك إنك أنت غيراني على جوزك من وردي ما؟ إيه طبعاً بدي غار عم قلك لازقة بجنبه معقول ما غار عظيم رائع مدهش إشو هاد؟ يو عم قلك جوزي رح يطير مني وقاعدة بجنبه بتقلي عظيم ورائع وشو هاد؟ شي جميل كتير يا مدام منال انه المرأة تغار على زوجها انا اسمحي لي هنيكي لا هني السيد سالم فيكي لانه انت قدوة انت مثال للمرأة المثالية انا كتير مبسوط منك يا مدام منال على شو مبسوط يا استاذ عم قلك جوزي رح يطير من ايدي رح صفي بالشبارة مثل اللي مبسوط وما مبسوط لا لا طمني لا رح يطير ولا شي بس اذا ضلت وردة معه بالمكتب رح تطير ويطير معك كمان لا لا يا مدام منال انا بختلف معك الحقيقة زوجك سالم رجل كتير اخلاقه عالية واكابر وما بعتقد واحد عنده زوجة مثل حكايتك بتغار عليه ما عم تفتل ممكن يتركها ويطير مع واحدة تانية فتلي